فتحت الاعتماد وقدمت خطابات الضمان وكل اجراءاتنا سليمه. ما فضلش بس غير ان الاجهزه توصل، وبالفعل وصلت. لكن لما رحنا الجمارك علشان نستلمها ونخلص جماركها، وقيس بكل العراقيل اللي ممكن حضرتك تتخيليها يا طنط، وبرغم ان دي اجهزه خاصه بمستشفى وجايه علشان المرضى، وممكن جدا حياه اي مريض تكون متوقفه عليها يا طنط. وعملت ايه بقى يا روح طنط؟ انا اللي عملت يا ماما، كلمت واحد مسؤول كبير جدا في الجمارك صاحبي، خلص كل حاجه. الحقيقه انا متشكر جدا لجمايلك يا عمرو بيه. يا دكتور انت تؤمر. هي فين ولا بعد تستعجلها يا حبيبي. هاي جماعه عاملين ايه؟ ازيك؟ ازيك يا برو؟ اهلا بحضرتك. حضرتك شايفني لابسه بدله ولا ايه؟ ما تقولوا له حاجه يا جماعه. ولاء بنتي تالتة بوليتيكال ساينس وطلعان عين اللي خلفوني يا معلم. حياتي دمار يا برو، كل يوم بتخانق مع الدكاتره والطلب المنشئين اللي زي حالتك كده. اهلا وسهلا، اتشرفت بحضرتك. حضرتك ايه؟ مش انت دوك يعني وفاهم وكده؟ مالك ما تركز معايا يا حبيبي. قدموا لك حاجه الناس دي ولا ايه؟ اصل انا لازم اشد عليهم كده كل يوم. الغدا غدا. لا 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 عارفين انا يا حاجه مش قادره، انا القولون مبهدلني وممكن اتروت لكم مكان هنا. انا على العموم يعني عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر، لازم اكت. يلا السلام عليكم. سلام سلام سلام. شرفت يا حبيبي. عمك بليغ كلمني عنك قوي لدرجه حمستني اشوفك. والله هو كمان بيتكلم على حاجات كتير يعني، وبيقول لي كل خير. هو بيبو هيتأخر أو حاجة؟ سيبك من بيبو دلوقتي وخلينا فيك أنت. في أنا؟ في أنا إزاي يعني؟ أنت آخر العنقود صح؟ مظبوط. شاب في سنك وحليوة كده، ما ارتبطتش لغاية دلوقتي ليه؟ بصراحة مش عارف يعني. بس لو حضرتك عندك حد أنا ممكن أجرب. أنت باباك متوفي صح؟ مظبوط. هو حضرتك بتكتبي ايه؟ رأي مامتك ايه من عدم ارتباطك لغاية دلوقتي؟ والله والدتي بقى شايفة ان انا اقعد كده وانقي على الفرازة، لان كل البنات اللي في مصر دول عايزين يتجوزوني، فانا براحتي بقى. عارف يا طارق، في مثل شعبي بيقول القرد في عين امه غزال. قرد؟ متشكر جدا. لا ما تتضايقش قوي كده، ده مثل شعبي يعني. عموما انا كده فهمت كل حاجة. اتفضل يا طارق. شكرا. اتفضل. ايه؟ طب وبيبو مش جاي؟ قول له انا هبقى اكلمه لما افضى. طب انا عايز افهم انا جيت اعمل ايه هنا؟ مش لازم يا طارق، ما تبقاش غلس زي عمك. شكرا. حطها هنا. حاضر.